تأكيدا على توجه الدولة في دمج ذوي الهمم، أعلن رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن تعيين المعيدتين شيماء محمد وميار سامي بقسم الإعاقة البصرية بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، وذلك للمرة الأولى منذ إنشائها عام 2016 بعد تفوقهما وحصولهما على أعلى التقديرات خلال الفترة الدراسية وتصدرهما أوائل الدفعة. وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أنه تم التوجيه بتوفير كافة وسائل الراحة للمعيدتين عقب تعيينهما على درجة معاونة في كلية العلوم. نحن عيننا 2 من الطلاب وهم الأوائل على الدفعة وهم ذوي إعاقة بصرية، تم تعيينهم معيدين في كلية علوم الإعاقة، ودي تجربة جديدة على الجامعات المصرية ان يتعين ناس عندهم إعاقة بصرية في كلية في نفس التخصص، ويبقوا ان شاء الله بداية انهم يبقوا اعضاء التدريس. لقيت في الكلية فيها الجانب الانساني اللي هو ممكن يكون مفتقد في اي مكان تاني، ان ممكن الكليات التانية بتعامل اللي هو بعيدا بقى عن انها الكلية اسمها علوم ذوي احتياجات خاصة، فبالتالي هي مهيئة للخدمة لخدمتنا احنا بشكل خاص. في البداية سمعت عن الكلية ان هي كلية فريدة من نوعها وكلية واعدة، والحمد لله ربنا كلل ثمرة تعبي وكفاحي ونجاحي بوصلت اللي انا وصلت له ده، وانا فعلا استحق اللي انا وصلت له ده.